مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة رحلة. بعد الجدل الذي أثاره أحد الفيديوهات السابقة لنا في القناة والذي جاء بعنوان 5 أخطاء كارثية في مسلسل يوسف الصديق، أعود مرة جديدة للكشف عن أخطاء تاريخية أخرى لم نذكرها سابقا وقد وقع فيها هذا المسلسل الذي كان ولا يزال مثيرا للجدل والنقاش، خاصة مع تجسيد شخصية يوسف عليه السلام بوجه مكشوف على شاشات التلفزيون. لكن قبل التعرف على هذه الأخطاء التاريخية الفادحة، رجاء لا تنسوا إعجاب بالفيديو والاشتراك والانتساب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد باستمرار. إن مسلسل يوسف الصديق عمل ديني ملحمي مثل باقي الأعمال الدرامية، تأثر بقواعد الدراما والقصص الشعبي، ولا يمكن التعامل معه باعتباره مصدرا موثوقا لتكوين ثقافة المشاهدين الدينية والتاريخية، وهذه بعض الأخطاء التاريخية فيه. ورد اسم نبي الله في القرآن والعهد القديم أي التوراة بصيغة يوسف، وهناك اسم آخر أطلقه الفرعون على يوسف عليه السلام حسب رواية العهد القديم في سفر التكوين الإصحاح 41 وهو صفنات بعنيه، وهو اسم مصري قديم بمعنى طعام الحياة. فمن أين أتى كتاب المسلسل باسم يوزرسيف؟ أطلق المسلسل على اسم المرأة العزيز اسم زليخة، رغم أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في التوراة ولم تثبته كتب التاريخ والتراجم والسير، وهناك من ذكر اسمها بصيغة راعيل أو راحيل. ثالثا، لا أعلم لماذا يحيد كتاب المسلسل عن النص القرآني الواضح والصريح ويلجأون إلى روايات ضعيفة متهافتة في قصة وفاة السيدة راحيل أم يوسف عليه السلام، رغم أن القرآن ينص بجلاء الله غموض فيه أنها سجدت يوسف عليه السلام عند مقدمها إلى مصر مع بني إسرائيل بقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يظهر في المسلسل أن إخوة يوسف عليه السلام هم الذين باعوه، في حين أن القرآن الكريم يذكر بالنص الواضح أنهم قد ألقوه في غيابات الجب، ثم جاءت إحدى القوافل فأخذوه معهم إلى مصر وباعوه هناك لعزيزها، حيث يقول الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. عاصر النبي يوسف عليه السلام عهد الهكسوس، ولم يكن في عصر أمنحوتب الرابع أو أخناتون كما جاء في المسلسل، وكان ملك مصر في ذلك الوقت أحد ملوك الهكسوس وليس فرعونا مصريا. فلو كان يوسف في عصر أخناتون
كيف لم يذكره في جدارياته الشهيرة وأوراق البرد التي كان يسجل فيها علاقته بالإله آمون ويوسف كان الرجل الثاني من بعده. لقد وقع المؤلف أسير كلمة فرعون التي ترددت كثيرا مع قصة يوسف عليه السلام في التوراة، فأحاطت به فغالطته وحادت به عن الحقائق التاريخية التي أكد صحتها القرآن الكريم. فملوك الرعاة الذين يدعون الهكسوس لم يحمل أحد منهم لقب فرعون، قد كان هذا اللقب مقتصرا على ملوك مصر من أبنائها فقط، ولم يخلعه المصريون على أي ملك أجنبي ومنهم الهكسوس بطبيعة الحال. والقرآن الكريم يشير إلى هذه المعلومة، فعندما قص علينا قصة يوسف عليه السلام ذكر أن حاكم مصر كان ملكا، وكرر لفظ الملك 6 مرات، ولم يخلع عليه ولو مرة واحدة لقب فرعون لأنه لم يكن مصريا. بينما في قصة موسى عليه السلام كان يذكر حاكم البلاد بلقب فرعون وذكره 75 مرة ولم يسميه ملكا ولو مرة واحدة. ففي هذا الزمان كان يحكم مصر أحد أبنائها، لذلك فالتفرقه بين اللقبين لحاكم مصر والتي أوردها القرآن الكريم هي حق اليقين، وهي الإثبات على أن دخول يوسف عليه السلام إلى مصر كان في عهد الهكسوس الملوك الرعاة. وبناء على ما سبق فإن المؤلف قد أخطأ عند إقحامه الفرعون أمنحوتب الرابع في المسلسل، والصحيح أن الملك والوزير وامرأة العزيز وجميع الأفراد والمنشآت والحوادث كان لابد أن تنسب إلى الهكسوس وليس إلى المصريين، وبهذا يخرج آمون وكهنة المعبد من المسلسل. لم يذكر القرآن ولا أي مصدر تاريخي موثوق فيه أن امرأة العزيز ألقيت في السجن هي والنسوة التي قطعن أيديهن، فقد كانت امرأة قوية لها شأنها ولم تهن في حياتها على الإطلاق كما صورها المسلسل في فترة ما بعد خروجها من السجن وإظهارها في حالة العشق الزائد والهيمان بحب يوسف. لم يذكر في القرآن الكريم أن يوسف عليه السلام أعاد إلى امرأة العزيز بصرها وشبابها باعتبارها معجزة من معجزاته، فلم يرد أن ليوسف عليه السلام معجزات سوى تفسير الأحلام وإعادة بصر أبيه يعقوب عليه السلام بأمر من ربه، كما لم يرد في القرآن الكريم أو أي مصدر آخر ما يؤكد نزول الوحي على يوسف عليه السلام ليخبره بضرورة الزواج من زوجة العزيز بأمر من الله بعد أن تابت واستغفرت، فقد قطع النص القرآني العلاقة بها بعد أن اعترفت للملك ببراءة يوسف عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم. لم يكلف سيدنا يوسف عليه السلام بنشر التوحيد وعبادة الله في مصر، فكما هو معروف فهناك فرق بين الرسول والنبي، فالرسول مكلف بأداء الرسالة وإن لم يفعل عوقب على ذلك، وذلك عكس النبي، ويوسف عليه السلام نبي وليس رسول. قد كانت فترة سجن يوسف عليه السلام هي أكثر الفترات عبادة بالنسبة له وأكثرها إبلاغا لدعوة التوحيد لمن معه فقط، غير ذلك لم ينشغل يوسف بعد خروجه من السجن سوى بشؤون البلاد الاقتصادية واجتياز السنوات العجاف. فلم يرد في القرآن الكريم أو في التفاسير أنه كان داعية ووحد عبادة الله الواحد في مصر كلها وعاقب كل من بقي على عبادة إله آمون. من الأخطاء الساذجة في هذا العمل الدرامي أن أحداث المسلسل تدور أغلبها في طيبة مدينة الأقصر حاليا جنوب مصر، لكننا طوال المسلسل كنا نرى صور أهرامات الجيزة وأبي الهول في الجهة الأخرى من النيل، وهذه المعالم تقع شمال مصر بالقرب من القاهرة، فكيف تحولت الأهرامات وأبو الهول من الشمال إلى الجنوب؟ ورد في إحدى حلقات المسلسل كلام غريب
أثناء مهاجمة الجنود لمعبد آمون، فقد ذكر أحدهم أن هورانهب قائد الجيش كان قاسيا جدا مع السومريين، مع أن السومريين عاشوا في العراق ولم يكونوا معاصرين لفترة حكم النبي يوسف عليه السلام. ختاما، قد يرى البعض أننا تناولنا في هذا الفيديو تفاصيل شكلية لا تخل بالعمل الدرامي الذي هو مسلسل يوسف عليه السلام، لكننا نعتقد جازمين أنه من واجبنا التنبيه لهذه الأخطاء ليكون المشاهد على بينة وهو يشاهد هذا العمل أو غيره. في الختام، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو إلى نهايته. رجاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك والانتساب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد القناة أولا بأول. دمتم في رعاية الله وحفظه،